ماشي ناصر الزفزافي اللي كيتحاكم ب 20 سنه، بل الشعب المغربي هو الذي يحاكم ب 20 سنه. لان هل يعقل في المغرب 2018 مغرب الذي لديه ثروه فلاحيه وسمكيه ومعدنيه وفوسفات وذهب يطالب بمستشفى خارج اللي يطالب بحقوق؟ هذه المطالبات الطلبات خصها تكون عندنا اصلا في هذه الدوله، اللي كنا فعلا دوله، دوله مؤسسات وليست دوله اشخاص وعصابه. نحن في مافيا، القوي ياكل الضعيف. هل من محاكمات الخونه الحقيقيين؟ كنقولها من هنا من هذا المنبر، من قلعه الدار، من دار مدينه الدار البيضاء، قلعه النضال، الخونه الحقيقيين هم من هربوا الثروة إلى بنما وسويسرا والخارج. مكونات العمل السياسي في المغرب ضعيفة، أحزاب فاشلة، مجتمع مدني مشتت، تعليم ضعيف يفرق أجيالا جاهلة لكي لا تطالب بحقوقها، الصحة. وعندنا وزارة قلة الصحة والموت، قرية جنازة، قرية صلاة الجنازة على وزارة الصحة. هل يعقل هنا المغرب يحاكم؟ المغرب، الشعب المغربي المطحون هو من يحاكم الآن، ليس ناصر الزفزافي، ليس معتقلي الريف، وليس معتقلي جرادة. هنا من الدار البيضاء كنوجه رسالة للمخزن، هذا النظام القمعي، هذا النظام الديكتاتوري، كفاف من الفساد. هل من محاكمة في رأس أخنوش الذي نهب 1700 مليار سنتيم، ما يعادل على 40 ديفيزي ب 40 مليون ديال البوبيلاسيون ماروكان، سادون 42 درهم، يعني 42000 درهم لشخص. اين المحاسبه؟ اين يرط المسؤوليه بالمحاسبه التي في الدستور الممنوع الذي هو حبر على ورق، عفوا، اين يرط المسؤوليه بالمحاسبه؟ هل هناك رده حقوقيه في المغرب؟ ما انا كنقولها وكنكررها من مدينه الدار البيضاء، البرلمان والحكومة ما هما إلا صورة إلى آلية تلميع صورة الديمقراطية بالمغرب، ليس لهم سلطة فعلية. الدولة العميقة هي من تحكم المغرب. البرلمان والحكومة ما هما إلا مسرحية من تأليف وإخراج الدولة العميقة. وللأسف الجمهور هو الشعب المغربي، هو الشعب المغربي. اللص الصغير يختار القنيصة، لكن للأسف اللصوص الكبار نحن من اخترناهم، الشعب من اختارهم اللصوص. ولكن راه خا تجيب 160 حكومه كما قال الاستاذ نجيب اقصبي، من هنا هذا المنبر كنحيي الاستاذ، قال لك واخا 50 سنه تجيب 160 حكومه ما كاينش تغيير، ما كاينش تغيير في ظل هذا النظام القائم بالبلاد، ما كاينش تغيير. تحيه نضاليه. كنقولها عاوتاني، لو كومبا Le combat de la démocratie au Maroc est à l'ordre du jour plus que jamais. Voilà. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتبارطاجيو لا فيديو مع صحابكم ومواقع التواصل الاجتماعي. ما تنساوش ديروا جيم وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم جديد ديالنا.